ايضا النهارده كان في جوله مشي للاهلي ببتسوانا قبل الغداء، يعني قبل الغداء كان في جوله يمكن الفريق يعني بيعملها دايما في خارج مصر، والهدف من الجوله دي والتمشيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هو الاستشفاء العضلي وفك العضلات بالنسبه للاعبين علشان الفريق يبقى لائق وما يبقاش فيه حمل بدني على اللاعبين في خلال استعداداته او استعداداتهم للمباريات المختلفه. فبالتالي اكيد كان جوله مهمه جدا في محيط فندق الاقامه بالنسبه للفريق في بوتسوانا، واستفاد منها الفريق بشكل كامل في عمليه الاستشفاء وفك العضلات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده كان قبل المران الجماعي اللي هيقام او اللي اقيم خلاص على ملعب الجامعه البريطانيه. وشارك طبعا في فقره المشي النهارده جميع اللاعبين والجهاز الفني وكذلك الجهاز الطبي.